عسلامة، مرحبا بكم أنيس كل، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا مع بعضنا خبزة محشية، باش نحضروها بحجم عائلي وجيب لنا على الآخر، باش نحضروها بعجينة ناجحة 100% وما نبقاوش نحضروها بفاقس من على الآخر. خليكم معايا في الفيديو الآخر باش نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير المقادير. بالنسبة لأول مرة يزور القناة ما ينسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد كل أي حاجة جديدة ديريكت نهبطها توصلكم نوتيفيكاسيون. نستنى كالعادة تشجيعاتكم، ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير. أول حاجة هنا بالنسبة للمقادير، عندي هنا 500 غرام فارينة، عليهم مغرفة خميرة ومغرفة سكر ومغرفة صغيرة ملح، وخذيت هنا أبيض متاع البيض باش نستعمله في البات، والأصفر خليته باش ندهن به بعد الخبزة المحشية متاعنا. وعندي هنا خذيت 4 ملاعق زيت و 200 ملتر حليب، حليب لازم يكون دافي، وعندي هنا ما دافي باش نكمل نبي البات. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة هنا خذيت الحليب متاعنا باش نكمل نضيف السكر، باش نضيف عليه مغرفة خميرة، نكمل هاكا الحركة بالباهي حتى تدخل المكونات الكل في بعضها. هني سباتة باش نخليها مدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة متاعنا. هني سباتة الخميرة متاعنا تفاعلت، تو باش نكمل هاكا نحطها. باش نكمل نضيف عليها الزيت، باش نكمل نضيف الأبيض متاع البيض، باش نضيف الملح، كامل خلط هكا الكاولات كل مع بعضها. هني سافا، طب باش كامل نضيف الفارينة، باش نحط 500 غرام، باش نحط هنا هكا شوية ما دافي، وباش نكمل نلم بات بشوية بشوية ونزيد الماء حطيت نتحصل على بات تبدا طرية هكا. بسم الله، هني صافا كملت لميت هالبات، باش نكمل نعجنها، لازم نعجنها بالباهي. هني صافا كملت عجنتها بالباهي، طب باش نخليها ترتاح، باش نغطيها ونخليها ترتاح، باش نخليها مدة ساعة غير ربع حتى يضعف حجمها. هني قطعنا البات ترتاح، طب باش نحضروا بعضنا الفاغس، حطيت هنا شوية زيت، باش نكمل نضيف البصل باش نقليه. نتاوى نضيف سكالوب، سكالوب هكا قصيتو، تنجمو هنا تعملو أي فاقس بيان سور تحبو عليه، تنجمو تعملو بلحم مفروم، تعملو بأي حاجة تحبوها، و تنجمو تعملو طن كيما تحبو. باش نكملو هنا نفوحو، باش نضيف هكا شوية ملح، باش نضيف شوية كركا، شوية فلفل أكحل. نضيف هكا شوية كليل كليل يعطي نكهة بنينة على الآخر مع السكالوب، باش نكمل هكا نحركو باش نخليه حتى تكمل يطيب. هنا البات تاعنا طاحت، تو باش نكمل نحي الباتيي. كامل هكا خارج منها الهواء قبل ما نهبطها. كامل هكا نعملها بالشكل هذا، باش نقسمها، باش نقسمها على مرتين. كامل هكا نلمها باش نخليها ترتاح، باش
كامل هكا نحط شويه فرينة، كامل هكا نحلها بالقلقال. حليت الباك نتاعنا، لازم تكون هكا ما تكونش خشينه برشا، باش نخليها هكا تو على جنب. وهني خليت الطبق نتاع الفور هذا باش نستعمله 33 على 30، باش تقراو حسابكم معناها. تو باش نكمل نحط الباك نتاعنا، نحاول هكا نوزعها بالتساوي. بالنسبه للفاخس هنا باش تحط صوص بيتزا، سبق وحضرته معاكم تو خليكم في صندوق الوصف، حضرناه بعضنا في البيتزا، بيتزا في المقله، بيتزا في الفول. طب باش كامل نحط صوص بيتزا. هنا تنجموا بيان سور تعملوا اي فاخس تحبوا عليه، مش بالضروره معناتها تعمل فاخس هذا. هنا حطيت في صوص بيتزا حطيت فيه شويه هريسه، اختياري كيف كيف الهريسه، اللي يحب ما يحبش الحار نجم ما يحطش كيما تحبوا. كم نضيف هنا عندي شويه بطاطا هكا قصيتهم هكا دي كوب وقليتهم، كم هكا نحط شويه بطاطا. مش كامل هنا نحط سكالوب الحضرناه مع بعضنا، تنجمو تحطو سكالوب ولا لحم مفروم، تنجمو تحطو طن، مش بالضرورة سكالوب، أي حاجة تحبوها تنجمو تحطوها، مش بالضرورة تعمل نفس الفاخس اللي عملتها. كم تو نضيف شوية معدنوس، مش كم نضيف شوية زيتون هكا، مش نضيف هكا شوية بيض مسموط هكا. هنا باش نكمل نضيف الفرماج موتزاريلا، باش نكمل هكا نضغط عليها جوست شويه باش من بعد الفاخس ما يجيش بارتي تبدا معناتها عاليه وبارتي تبدا مش في نفس النيفو، نحاولوا هكا نعملوه في نفس النيفو. البارتي هكا على جنب نحسوها هكا تبدا ما فيهاش فاخس، ندزوا لها هكا شويه الفاخس. هني سافا باش نخليها هكا على جنب، وباش نكمل نحل الباك بنفس الطريقة باش نحط طبقة ثانية نخليها هكا على جنب. وهني كالعادة كملت حطيت هكا شوية فرينة باش نكمل نحلها بنفس الطريقة. هني بعد ما كملت حليت الباك باش نكمل نحطها فوقها كالعادة، هزا هكا بالسياسة باش نحطها بسم الله. Thank you.
نحاول هكا لصق البات هذه هكا، نحاول نضغط هكا باش البات تلصق في العجينه اللي تحتها. هني البات هذه بقيت هكا زايده باش كامل هكا نقصها هكا بقصاص تاع البيتزا ولا بسكينه باي حاجه عندكم، كامل هكا نقصها. هني صافا بزيد كامل هكا نضغط هكا بالباهي باش نتاكدوا ان البات لصقت في بعضها بعد ما تحرش كتير. باش كامل نغطيها هكا باش نخليها ترتاح، جست باش نخليها مدة 10 دقايق مش برشا، ومن بعد نشوف بعضنا شنو باش نعملو. هني بعد ما خليتها تاحت ديجا حطيت الفرن يسخن، باش كامل توا نعمل تراساج باش نقصها، مانيش باش نقصها كومبليتمون جست باش نعمل تراساج. بسم الله. كامل الباتي هذي بنفس الطريقة. كامل طبعا ندهنها بس بالعظم اللي خليته بكري، زدت مغرفة حليب وحطيت شوية خل جوست شوية باش بعد تنحى معناتها الريحة متاع البيض. باش كامل هكا ندهنها. بسم الله. كامل هنا هكا نزين بشويه سينوج. مش كامل نضيف هكا شويه جلجل. انا تاجو تزينو بيان سور كيما تحبوا، مش بالضروره ما تحطوا هكا جوجتين سينوج، تاجو تحطوا بسبيس اي حاجه تحبوها عادي. مش كامل هكا زين كعبيت زيتون، مش حط هكا كعب زيتون في كل مورسو. هني سافا باش ندخلها الفور، ديجا الفور حطيته يسخن باش نحطها على 180 درجة. قبل المحشي تاعنا حضرت شوفوا ما شاء الله، تو باش نكمل نقصها باش تشوفوها مع بعضنا كيفاش جات. وهنا حبيت نوريكم مغصوب، شوفوا معايا الخبزه المحشيه كيفاش تجي من الداخل. شوفوا ما شاء الله بالحق، نودكم نشهيكم ريسيت 100% ناجحه. ان شاء الله يا ربي تكون ريسيت تاع اليوم عجبتكم وعجبتكم الطريقه. كان عجبتكم ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو بحبايبكم وصحابكم وتخلوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو، وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش. بسلامه في وصفه جديده ان شاء الله.